هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قيل بالنسبة للناس اللي كيدخلوا، راه المهم المراقبة كاينة، المغاربة اللي في إيطاليا مرحبا بهم، ليس هناك أي قيد باش يجيو يدخلوا المغاربة لبلادهم يزوروا عائلتهم أبدا، ولكن نتخذوا الاحتياطات تما، هما يتخذوا الاحتياط، وهنا غادي يخضعوا المراقبة. أنا راه في المطارات أي واحد جا من إيطاليا دابا الآن راه كيدوز في هذاك المقياس الحراري وكتخذ المعلومات والمعطيات ديالو، وعنده كتعطى ليه هاد المطويات باش يدير احتياطات، وروح حتى هو جزء من المسؤوليه والاسره ديالو كتكون عن المسؤوليه، هو يراقب راسو الا جاته السخانه في 3 ايام 4 ايام 10 ايام اللي من بعد الدخول ديالو يمشي للجهات الصحيه مباشره وكتاخذ القرارات. هذه ماشي خطر كبير فهمتيني، وانما خصنا ناخذوا الاحتياطات. اذا هذا بالنسبه ل ما كاين حتى شي دوله حنا اللي ما نبقاوش نشوفوا المسائل اللي كتروج، راه هي هذه الاخبار المزيفه والاشاعات، ما خصناش ندخلوا اي حاجه. الحالات التي سجلت واللي جات من دولة عربية أو دول عربية هي في الغالب حالات من الخارج ديالها، جات وخرجت، ماشي حالات ديال هذوك الدول. هذوك الدول العربية كيسافروا كل نهار إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى دول أخرى وما تسجلوش منهم حالات. دابا كاين ثاني واحد اسمه حتى دول الخليج اللي فيها عدد من الحالات أغلب الحالات جات من الخارج، لأن عندهم كثير من المواطنين ديالهم في دول الان منتشر فيها هذا الوباء، فلذلك هما كيصدوهم في المطار وكيقولوا راه صدوا حاله جديده، ولكن صدوها في المطار ومشاو داوها للمستشفى اما للمراقبه الصحيه او عطاوه كيفاش يدير المراقبه الصحيه في دارو الى اخره، لان في جميع الدول راه ماشي جميع الحالات المشتبه فيها او حتى المريضه كتدخل المستشفى، وانما كتعطى ليه القواعد باش يتعامل في المجتمع ديال ما يعاديش الاخرين، يدير هو الكمامه بالنسبه للمريض فقط، القناع الكمامه غير المريض، اما الصحيح لا حاجه اليه، المواطنين يتموا ما يقلبوا لها الكمامات ما يمشيو للصيدليات، ما لا مفيد لهم، لانه هو المرض كينتقل بالرذاذ التفال، فلذلك راه يمكن يكون التفال هنا في الطاوله كدير هكا كنمس عيني كيدخل واخا داير الكمامه، بمعنى انه الكمامه لا تحمي الانسان الصحيح، انما هي خصك ديرها المريض باش هو ما يعاديش الاخرين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.